البسطاء الفقراء اللي خرجنا نقولوا لا للظلم لا للحكرة لا للفساد. أنه كل هذا الشيء يتلخص في مسألة واحدة اللي هما مطالب اقتصادية اجتماعية ثقافية ورفع العسكرة. نحن غادي نبقاو صامتين حتى تحقيق المطالب التي هي في الدول الديمقراطية حقوق. تنظن حنا بالنسبه لي انا دوك الناس اللي كانوا تيطالبوا واحد المطالب شرعيه ما خاصهمش كاع يوصلوا للحكم ب 20 سنه الحبس. اللي بغى شي تسبيطار ولا مدرسه ما خصوش 20 عام الحبس.